في نفس الوقت برضو خبر محزن، انتحار عامل خردة شنقة لعدم قدرته على الزواج بالاسكندرية. قولوا للناس دي كلها اطمن انت مش لوحدك، اعملوا حاجة عشان الحاجات دي ما تحصلش ببلدكم، اللي جاي اسوأ. لو نمتوا، لو قلتوا هي الصفارة هتعمل ايه، والله اللي جاي اسوأ وهيركبكوا اكتر، واللي يعمل انطرة يستحمل الدوس. صفر، ولع نور، حسس السيسي انك موجود، قول للناس انك جنبك، بتوع الاطباء، بتوع شركة النصر علام دول، اي حد، اي حد اقف جنبه عشان السيسي بس يخاف منك ما يضغطش اكتر.